تسع شهور ميه شرب ما فيش نهائي. ما اعرفش بتوع المجلس عايشينها عننا ولا عايشينها عن مين. نروح المجلس، نروح نروح المجلس وبنعمل شقاوه في المنصوره، وبنعمل شقاوه في كل الدنيا. والله العظيم في الفاضي المسؤولين بيقولوا ايه؟ المسؤولين يعني احنا هنا بنشتري الماء عشان نشرب. والله بنشتريه. الناس هنا اولادنا جاشي قاصدينها معانا، ما هم اللي بقفل علينا الميه. بنجيب عيالنا بناخدهم من العيال الصغيره دي، بناخدها نحمها في البحر. يا هم نرجع بعيالنا يا هم ما نرجعش. طول شهر رمضان واحنا صايمين الستات بتيجي تغسل على الماسوره هنا، يمكن انت شايفها ايه؟ بيقعوا من على الماسوره، الماسوره دي طول شهر رمضان الاسعاف بيجي ياخدوا لنا المستشفى برضو جنبنا ايه وشاهده، وعارفه ان النسوان طول شهر رمضان بتقع هنا في قلب الكناه. هي والله وعيالنا بنيجي لما بنيأس خالص هنجيب التروسيكل الميه اللي السواقين يقولنا التروسيكل ب 10 جنيه من البر دي للبر ده، بنروح نجيب ميه من ترعه السلام ونسي عيالنا. هنعمل ايه؟ جبنا اولاد النجاشه اللي هم مسؤولين عن الميه، اولاد النجاشه اللي هم مسؤولين عن الميه، جبنا واحد قال لنا اعمل لكم خط يجيب الميه، وانا اللي عارف الميه بتيجي منين وما بتجيش منين. خد 2000 جنيه. فاحنا نعمل ايه؟ احنا نعمل ايه؟ انا واحده موظفه وبشتغل في المستشفى بتاع الزمالك، بشتغل في قسم الكلى وعارفه ان الميه دي لما انزل فيها يجيلي تسمم، ومع ذلك بشرب منها وبسقي عيالي منها. اعمل ايه؟ ما هو مفيش مي. الوقت لما يكون جوزي راجل بيشتغل راجل صياد في البحر، بروح يجيب 10 جنيه يجيب بقى اكل للعيال، اروح اجيب بقى اكل للعيال ولا اروح اجيب بقى تروسيكل ميه احمبه عيالي بميه نظيفه واسقهم ميه نظيفه. لينا وظايف ولا لينا؟ جوازنا بيشتغلوا في البحر، المتعلمين اللي معاهم كليات بيشتغلوا في البحر، وبجيب تروسيكل يمشي عليه، وبجيب عربيه كار يمشي عليها يحول عليها ميه طول النهار للناس، وبيستغلوا الظروف. يا ريتهم عشان كده بيحنوا على الناس ويقول لك احنا بنجيب من البر ده للبر ده، بياخد ال 10 جنيه وال 20 جنيه يبيعوا لنا ميه الشرب. احنا بقى ما فيش معانا فلوس نشتري ميه شرب، هنشرب من الترعه وجيلنا كلنا فشل كلو، عشان الحكومه ترتاح وابن النجاشه يرتاح وكل الناس ترتاح وكل الناس ترتاح. اللي بيبيع لك الميه من الاهلي ولا مين اللي بيبيع لك الميه؟ احنا بنجيب واحد دلوقتي معاه تروسيكل بيجيب لي من بر الثاني لحد عند الميه، هيشتغل لي لله بيجيب لي بيبيع لي تروسيكل الميه ب 20 جنيه وب 10 جنيه. انا جوزي بيجيب ايه؟ بيجيب كام 10 جنيه في اليوم؟ هم يجيب لنا ميه. جوازنا معاهم كليات وقاعدين مع ذلك قاعدين في البيوت ما بيشتغلوش. والله راح اغسل منها الرز واعمل منها، والله يا سعيد تغسل من البشر؟ اي والله ربنا ينتقم منها. والله وحياه ربنا وبنشرب منها. والله بنشرب من انا باخد عيالي الاثنين دوم وباخد لهم ميه وبروح احمهم في ترعه السلام. بتشرب الميه ده والله؟ الميه ده والله؟ اي والله. وامي نجاشه امبارح كان هنا اقول امبارح وتلمني عليه وقال هجيلكم للاجي، قال هجيلكم للاجي. والله ما سال عنن ولا عبرن، وليه كبيره تروح تشتل من هنا وتعزل العياله تمشي تعيط على السكه على الطريق. والله يا شيخ بالله وليه كبيره يجيب له 10 جنيه النهارده عشان يجيب لي نقله ميه؟ اه ونية كبيرة زي تمشي تستلم نقلة المية زيي؟ بيت عالي يشرب من الترعة 10 انفار عالي في بيت واحد يشرب من الترعة؟ والراجل بيكسب 20 جنيه ولا 10 جنيه تعمل له ايه؟ بيدفع ايجار في البحر؟ بتوع البحر بياخدوا منه فلوس، بياخدوا 100 جنيه في الاسبوع، يمشوا يستلفوا لهم فلوس من هنا وهنا عشان يدفعوا الايجار. ما كانش كده لم جوابك وامشي من هنا. اه يعني احنا غلاب ومرسي مقصر فين؟ وقلنا منذ مرسي ماسك الدوري. احنا ما احناش بنطلب منهم حاجه تقيل عليها، احنا بنقول لهم احنا بنترجاكم ان احنا عايزين بس شويه ميه شرب نضاف نشرب، ما احناش عايزين حاجه اكتر من كده. احنا ما احناش بنقول لهم اعملوا لنا دخل ثابت ولا احنا اعملوا لنا اي حاجه، احنا عايزين شويه ميه شرب نضاف نسقي منهم عيالنا بس.